سيداتي سادتي، إن لقاءنا اليوم يأتي في وقت أصبحت فيه كلمة الديمقراطية شعارا يرفع في كل مكان، ولكنه وقت لا تزال فيه حرية التعبير تحتاج لحماية كل من يؤمن بأن لا معنى للحريات الأخرى بدونها. فبدون حرية التعبير لا معنى للبحث عن الحقيقة ولا جدوى من التوصل إلى هذه الحقيقة. بدون حرية التعبير لا توجد الشفافية ولا تتم المساءلة. بدون حرية التعبير لا يسمع الصوت المغاير ولا يأتي الجديد. وبدون حرية التعبير لا بحث علمي ولا اكتشافات تفيد. وبدون حرية التعبير لا تبنى المعرفة ولا تتقدم المجتمعات. ولكننا في مجتمعاتنا العربية مررنا بفترة من الركود قد أسهمت في إرث ثقافي مريض يقدس الماضي ويرفض الجديد، بينما الثقافات الحية تتفاعل مع الجديد من كل مكان وتمارس التجديد مع التأصيل، فتتجدد وتزداد حيوية وتسهم في صناعة مستقبل مجتمعاتها. فليس كل دخيل بخبيث وليس كل قديم بفان. ومن الغريب أننا نشهد في الآونة الأخيرة تغيرات مقلقة، فبينما نجد الأنظمة الحاكمة التي كانت في الماضي تصادر حق المفكرين والمبدعين وتفرض رقابة شرسة على ما ينتجون وتضرب حصارا على ما يمكن للشعوب أن تسمعه أو تقرأه أو تراه، نجدها الآن وقد أفسحت المجال كثيرا عما قبل وأتاحت هامشا من الحرية ما رثه أجدادنا، ولكن آباءنا لم يكونوا ليحلموا به. فإذا بالمجتمع نفسه تضرب فيه تيارات رافضة للجديد، تضيق دائرة المقبول، تحارب كل دخيل، بل وترفض كل ما يخالف نظرتها الخاصة للمجتمع والتاريخ. وتفرض هذه المجموعات حصارا جديدا على المبدعين والمفكرين والباحثين والمجتهدين، وأصبح السياق العام لمجتمعاتنا أكثر تشددا أمام حرية الإبداع وحركة الفن والأدب عن يد الدولة ومقص الرقيب. فأصبحنا في أمس الحاجة لمجابهة هذه التيارات وللوقوف بوضوح إلى جانب حرية التعبير بصوره المختلفة.